السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. يا أهلا وسهلا مشتركين الجدد. كشفت شركة ليكزس عن ليكزس الجديدة كليا الاختبارية، تصميم جديد وعصري تحت مسمى RZ، وهو نفس هيكل محرك تويوتا BZ4X اللي تم الإعلان عليها قبل شهور في اليابان. لا يوجد أي تفاصيل حاليا حول موعد نزولها أو مواصفاتها، وسوف تكون المواصفات قريبة من تويوتا BZ4X الكهربائية الاختبارية، والهيكل والمحرك هو نفس محرك تويوتا BZ4X.